زهور المورينجا رائحتها زكية جدا. لاحظوا كثرة زهور المورينجا. وسنقوم بتفكيك الترقيد الهوائي لنتأكد من نجاحه. طبعا إذا نجح سنقوم بزرعه الآن. هذا ترقيد هوائي مفتوح، يمكن أن يتأخر إلى سنة كاملة. مميزات الترقيد الهوائي المفتوح أنه لا تتساقط أوراقه، ويمكنك من السقي في هذا المكان. إذن فعلا قد نجح. لاحظوا كم هي الجذور، جذور كثيرة جدا خرجت. لاحظوا جذور كثيرة، وسنقوم بزرعها في هذا المكان. إذن لم أريد إزالة هذه العشائش حتى لا تتأثر الجذور التي خرجت، وسأغمرها بالتراب، وسيتحول هذا العشب إلى سمد. الآن سنأتي بسماد الدواجن. لتسميدها إذا زرعتها في هذا المكان حتى تكون قريبة من أختها. وهناك ترقيد هوائي آخر، هذا بالتراب وهذا بالماء، هذا جاف وهذا بالماء. هذا هو سماد الدواجن. والآن سنباشر عملية السقي. هكذا إذا ننتهي. ولا تنسوا إخواني لايك وشير، المتابعة للقناة البيولوجية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.